انت بتعرفي تغذي ابها؟ عملت دوره واعطوني شهاده. مو ضروري اذا معك شهاده تكوني بتعرفي. اميت بني ادم دعوا لايدي بالكسر على كتر ما غذيتها، شلون بقى ما بعرف؟ زهره املاخي وسيدي مولاي يبعث لك واحد ابن حلال يكون فاعل خير وتكون دعوي مستجابه يا حرام. دفيك الروماتيزم ان شاء الله مش عارفه. شش! هي رقم التليفون، طالبين ممرضه خاصه. خير اتصلي. هتصلي. وانا؟ انتي بتشتغلين مشغل خياطه؟ لك بشتغل شو ما كان، المهم امن حق المحامي لشفي. اوكي، هي رقم التليفون. تعال. في مشغل خياطة بحرستا، طالبين عاملة، بس في مشكلة. شو هي؟ بدهم اياها ذات مظهر حسن. هي بتصلي مع الدمهالي، قوموا تبكوا. انت قلنا مديح. ما هو ليه؟ المقايضة فين لك؟ ديماس وجوزي. شو بديع؟ لقيتنا وظيفة؟ عم دور لك. شو صار معاه؟ دبرت له شغل لابو طمزين. على ما يبدو كلهم بدهم نسوان. يعني مو طالبين رجال؟ رجال نازلين تحت خانه يطلب عمل. يعني ما في امل ابنه؟ ما بعرف، صرت بالجريده باخره مو بيان غير السطرين وعم يكرروا حاله، ما بدهم رجال. ونافعه حضرتك تحت باطك للجريده، قال عاجبته يعني قال، ايه روح تضرب انت والجريده. شو جايبه من بيت ابي؟ بكفي، هي دبرنا زهره وغاده، ولا بدك الكل من اول ضرب يزبطوه؟ من بكره الصبح انت وياه كل واحد بينتع كيس وبيطلع. لوين؟ وين عم يروح؟ ابو منال بتروح وراه. بدك يعني اشتغل بزباله؟ ليش شبه زباله؟ نص خيرات البلد بزباله، ليك ابو منال عم يقص ذهب. ابو منال من صغره بزباله متعود، بس انا ما بقدر، العالم تحكي، ولا بدك يعني تعملني فضيحه بالحاره؟ لك ما بتنفضح انت ولا شيء، اللي بده يفضحك بقص له لسانه، لك نص اهل البلد متعايشين على الزباله، ما حدا بيحكي. ما بدي، لانه انا كان جدي قائم مقام. وانت نائم منام، هلا مو كل ما دق الكوز بالجره تركب لي وتنط لي على عظام جدك. ما بسمح لك تحكي عن جدي هيك منوبها، كان والي دمشق ما يتصرف اي تصرف بدون ما يستشير جدي. مشان هيك حبيبي تخلفنا 400 سنه لورا. من ورا جدك. جدي مو متخلي، كان نازل اسمه بكتاب الاعلام شيت الدوله الراسماليه. بديع انا اجيتك اياه بالكتاب ولا لا؟ فرجيتني، بس يعني لو مو نازل اسمه بالكتاب كان احسن. ليش؟ يعني ما فينا بدون حسد. حسد على شو؟ ما اسم جدك كان نازل بالخانه السوداء من جماعه قطيبه التقارير والدس على الناس. افشرت، انا جدي لا كان بيعرف يقرا ولا يكتب، فمنين بده يكتب تقارير؟ شوفها هي ضروري يعني يكون بالخط الرقعي. لا خلصنا بقى، فوت انت ويا الرجال معك الله يرحمه. فهمي اذكروا محاسن موتاكم. ما قلنا شيء، بس يعني انت مو ضروري كل ما دق الكوز بالجره تعمل لي اياها لجدك مفتاح الباب العالي. شو فيها؟ انا ابو طمزه على سن ورمح، انا ما بشتغل بالزباله. تعال بديع اتركني انا وابو طمزه، في موضوع بدنا نحكي مع بعض احد. ايه بس يعني لا تخلوا اصواتكم تطلع لبرا، ما بدنا فضايح. ولا شو الفضايح؟ شو عم يتخانق نحنا؟ لا بس انا ما عم جيب شيء من عندي. كل ما اترككم لحالكم ها؟ ما بيطلع منكم غير اصواتكم، لذلك بتجمعوا اهل الحاره. الله يكسر بخاطرك انت وامك. ايه بس بقى بدي اطلع لبرا، ابو طمزه رجال البيت وعموده، بدي احكي انا وياه كلمتين حقك بقى، كلمته عندي ما بتصير تنتين انا. خاطرك عموده؟ روح. ابن عمي تعا هلا انا وياك على ايش كنا متفقين؟ نحل مشاكلنا بالاقناع. مزبوط، يعني حضرتك اذا انت ما اقتنعت بالحكي تقنعيني بالصر معي. انا خلصت حكي. كيس ايش اخذ معي، جمتاس ولا بلاستيك؟ اللي بدك يا ابن عمي، اللي بتفصله انا بلبسه.